أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم طبعا معنا مجاهر جديد، الأخ مصطفى المالكي من العراق. خلونا بالبداية نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي مصطفى. اهلا وسهلا فيك اخي، اهلا وسهلا. اول شيء يعني انا مصطفى من العراق، كنت ساكن ببغداد قبل فترة، هاجرت من العراق وقدرت انا افصح اكثر. وقدرت تفلت من هالخرابة هاي. فلتت بأعجوبة يعني. للأسف الشديد هو صار الخروج من الوطن، يعني صار معجزة للأسف الشديد يعني. وأنا أقدر موقفك، يعني أنا مريت تسلم بنفس الظروف تسلم للأسف تسلم الشديد. طيب أخي مصطفى، تسلم يعني أنا بعتذر لأصدقائنا أنه تأخرنا عليهم ايه صح. من دقائق، يعني كان لأمر فني يعني حتى مشي الحال بالاتصال. نعم أنا بعتذر منه. أخي مصطفى، يا ريت نبدأ بأسئلتنا التقليدية أصدقائنا بيعرفوها، يعني بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، يعني بس هيك بطاقة مختصرة إذا يعني مصطفى من بغداد، عمري 20 سنة. قبل فترة دخلت ال 20 سنة، تقريبا قبل 6 أيام أو 7، وكنت ساكن ببغداد. كنت أدرس محل صناعي هندسة ميكانيك، تركت الدراسة بسبب الظروف، يعني إنه بسبب الرسوب المتكرر بمادة الإسلامية، لأن كانت مادة الإسلامية المادة الوحيدة اللي أرفض إنه أدخل لها أو أمتحن بيها. فقلت خل أترك الدراسة أفضل. تركت الدراسة، اشتغلت، كملت شغلي، طلعت من العمل. يا سيدي على خير. طيب مصطفى، يا ريت تحكي لنا، أنت من خلفية شيعية ولا سنية؟ لا، خلفية شيعية. خلفية شيعية. طيب يا ريت تحكي لنا الظروف اللي نشأت فيها كبيئة دينية، حواليك أهلك ناسك كيف كانوا ها متدينين؟ مثلا لما كنت صغير خلينا نقول، كيف كنت تنظر لله؟ كيف كنت تقرأ القرآن؟ شو كنت تفهم نعم القرآن؟ نشأت يعني بيئة متدينة يعني، بس مو الدين القوي، بس يعني كنا متابعين الدين بكل الصور. يعني مثلا أنا بصف قبل لا أدخل المدرسة، أو مو بعد يعني بعد الابتدائي، أول أو ثاني ابتدائي، ختمت القرآن. كان عندنا حوزات، يعني شلون الحوزات حسينية نسميها، وجامعة احنا نسميها حسينية. فكنا بالعطلة المدرسية كنا نروح نقرأ القرآن بها ونتعلم القرآن والشريعة بها والصلاة والصوم. فمن بعدها، وبعد ما هاي ما صرت ملحد، بالسنة مو بالسنة الأولى، بالسنة الثانية لي دخلت الحوزة مدة 3 شهور على مود أكتشف بعد هل أنا على صح أو خطأ. النوب وقفت، تأكدت أنه أنا على حقيقة. خلينا مرحلة الطفولة، يعني كيف كنت تشوف الله؟ يعني مثلا لما كانوا يحكوا لك هذا حرام وهذا حلال وهذا بتدخل النار وبتدخل وهالحكي هذا، يعني نعرفه كلياتنا. مش اقول لك شخص، يعني شلون هسه اوصف لك اياها بالافلام، شخصية زيوس، فشي عظيم الى ابعد الحدود، ما حد يتخيل انه قوته ورحمته وعدلته وهاي وصلاتنا، ولازم نخاف من عنده، وحتى بسرنا كنا نخاف، يعني من كثر الخوف اللي كنا من الله، يعني بسرنا بداخلنا متخوفين كلش، يعني تسوي غلط حرام، لا ما نقول هذا الشيء غلط، لا نقول هذا الشيء حرام، لأن الله يذبك منه، مو السبب إنه هو غلط. السبب هو متعودين انه خلص قالوا لك غلط غلط، يعني ما في. لا مو لأنه غلط، لأنه الله ما يقبل، هو شيء غلط يعني المفروض. صحيح صحيح صحيح. طيب يعني الاهل مثلا شو كان تأثيرهم عليك؟ كيف كانوا مثلا المعاملة معك، يعني كطفل المعاملة، لا المعاملة كانت يعني هم مثل أي عائلة يعني إسلامية متدينة، إنه تحس دائما ولدها على الدين، إنه الدين دائما الطريق الصح، الدين دائما هو اللي يرشدك للشيء الصح، اللي دخلك الجنة وتهتدي. هي نفس أي عائلة، بس يعني مو متشددة ولا يعني من طيتك كامل الحرية، لا دين وقت الدين دين فقط. كنت تصوم وانت صغير؟ اي طبعا، يعني من بديت صف عمري 7 سنين بديت اصوم.
تتذكر؟ ما بعرف إذا عندكم فيها شيء ولا لا، كنا صغار يسموها صوم العصفورة، كنا حتى نصوم حتى الظهر، الأطفال كانوا يصومون حتى صوم العصفورة. هو صح كان اكو صيام، بس انا يعني بطبيعتي كنا يعني شلون احنا كنا 3 اخوان يعني صغار، كنا واحد يتحدى الاخ فنظل الاخان سوا هيك شيء. طيب مصطفى، لما وصلت مثلا لعمر 13 سنة خلينا نقول، ايه وطبعا بهالعمر 13 14 15 بيبدأ الإنسان يفكر بمسألة الله مهما كان، يعني حتى ماشي كل الناس، يعني كل الناس مسلمين انا وملحدين صح بيصيروا بيفكروا بمسألة الله بجدية. انت وقت وصلت لهالمرحلة هي، كيف صرت تفكر مرحلة الله وشو أثرت عليك المرحلة هي؟ يعني انا بهاي المرحلة كنت يعني ملتجئ للدين اكثر، يعني بحيث انه كان يعني من صغر كان والدنا يعني يعلمنا على الدين وهاي، فكانت عندنا مسألة البحث في ذات الله حرام، فهاي شغلة كنت دائما مبتعد عنها الى ابعد الحدود. البحث في ذات الله حرام، هذا الشيء لازم ما اوصل له بهاي الفترة بالذات، فيعني كنت مبتعد عنها يعني ملتهي بغير شغلات يعني بهواي اشياء. وايمت بلشت تفكر مسألة الله مثلا انه صح ولا خطأ، يعني مثلا مسألة الشك خلينا نقول، بأي مرحلة صرت تفكر مرحلة بالشك؟ مسألة الشيك بدأت وأنا عمري 16 سنة، تعرفت على شخص هو طبعا صديق عمر اللي أسميه واللي خلصني، سألني سؤال واحد قال لي أنت شنو اللي يثبت لك أنه دينك هو الصح والأديان الباقية هي اللي خطأ؟ فبعت عليه هيك قلت له شنو؟ قال لي شنو اللي يثبت لك دينك هو الصح وباقي الأديان يعني خطأ؟ قلت له عندنا نبينا والقرآن وهاي. فمن بعده هو جمع البدائل، فبعد بديت افكر هو بدا يرشدني، فمن اهدها يعني بديت ابحث ابحث تقريبا، بقيت ابحث تقريبا 6 اشهر يعني بحث متواصل، دخلت مجموعات الحادية، بحثت ناقش سألت بحثت باليوتيوب سألت مشايخ يمنا، فيعني اتأكدت انه يعني فشي غلط، يعني مو شي صح، اكو فشي غلط دا يصير، يعني صاير بيا فشي غلط ما جاي افتهمه بالدين، اكو فشي شلون احس نفسي ملعوب عليه او مضحوك عليه بالدين، هيجي صار بديت احس. طيب لما كنت تسأل مشايخ مثلا اللي عندك هنيك شو كان جوابهم؟ على فكرة بس بدي انبه اصدقائي انه لما قال باوع علي يعني طلع فيني، هو الباوع يطلع فيني باللهجة العراقية. وشغلة تانية كمان بس بدي اقول للاصدقاء انه كمان شوي لو راح نفتح سكايب وخلي النقاش هيك يكون حامي بين الاخ مصطفى واصدقائنا، يعني مشان هيك يكون النقاش شبابي ومثل ما بقول اصدقاء بين بعض نتناقش بهالمواضيع هاي. طيب مصطفى، لما كنت انت مثلا تسأل مشايخ اللي عندك مثلا، هل اصحاب العمامات وهل اصحاب الدقون الطويلة، شو كان ردهم؟ شو كيف كان عليك مثلا؟ مو هي صيغة السؤال شلون كانت؟ هي تيجي على صيغة السؤال يجيك الجواب من عندها. فأنا من كنت أسأل الشيخ؟ ما كنت أقول له إنه أنا ملحد ودينه، واكتشفت إنه الدين كله كذبة وعبارة عن كذبة، ومحمد كذاب وغيره كذاب، والأديان عبارة عن صناعة بشرية. فسألت أسئلة، أقول له عرفت شخص أو عندي صديق؟ أقول له عندي صديق ملحد كذا، يعني شلون هذا صار إلحاد وشنو اللي اقدر اساعده بيه، يعني اساله بطريقه انه انا هذا ساعد صديقي هيك شيء. أها فهذا الشيء جاوبني، يقول لي لا، يعني يقول لي هذا لازم تجيبه لي انا احكي وياه، انت ما تقدر تحكي وياه، انت مؤهلاتك العلميه انت ما دارسين على مود انت تحكي وياه. طب كنت تسألون شي أسئلة مثلا يعني ما إلحادية، ما تقول مثلا في أنا ملحد مثلا. على فكرة أنا كان عندي سؤال مثلا وأنا كنت صغير، مثلا كان عندي سؤال إنه يا أخي القرآن نعرف للمسلمين، التوراة لليهود، الإنجيل للمسيحيين، بس الزبور لمين؟ ما كان حدا يعرف يرد علي بصراحة.
صح فالأسئلة الغير مباشرة مثلا، كيف كنت تسألهم؟ إذا سألتهم شو يردوا عليك؟ الأسئلة الغير مباشرة خلينا نقول. يعني عندي هواي بس يعني تلخبطت شوي، نسيت ال لا لا ولا يعني يهمك. يعني مثلا اكو سؤال يعني هو بسيط، يعني سألت الواحد، لا نسيت راح عن بالي السؤال. ولا يهمك ولا يهمك، بس ذكره برجع عليه يعني. طيب انت يعني امتى وصلت وقلت هالدين هذا يا اخي هذا دين خرافي، معتقدات خرافية؟ امتى بالضبط يعني؟ كيف صارت العملية؟ هي هاي العملية تبدأ من بداية أفكر بمنطقية. الإنسان من يبدأ يفكر بمنطقية تبدأ هاي العملية تتشكل عنده، لأن هي لو تلاحظ أنه الديانة بدأت من عبادة، أو البداية عبادة الحجارة، أنه بتحولت إلى عبادة الحيوانات، فشي بدأ يتطور لحد ما بدأوا يشوفون فشي مش إنه قوة عظيمة، بدأوا يعبدون الشمس، أنه بدأوا يعبدون القمر، يعني هو كله عبارة عن تفكير لاهوتي بدأ يتطور لحد ما وصلت لهم فكرة أنه فكرة انه الاله اللامرئي اللي ما حد يقدر يوصل له بقوته وبعطفه وبرحمته، بدت هاي الفكرة تتطور عند الانبياء. وهاي هي الديانة عبارة عن مشكلة، يعني شلون الديانة عبارة عن سيطرة غير مباشرة على المجتمع، مو صورة مباشرة انه انا مسيطر، لا غير مباشرة، يخلي الشخص يسوي اشياء هو ما متأكد من صحتها، او هو نوبات ما يريد يسويها بس هو لازم يسويها وبإرادته. طيب مصطفى، انت برايك كيف ليش اجى الدين؟ يعني هلا مسالت، هلا روح على اي، بيقولوا لك المؤمنين روح على اي ملة، حتى بمثلا خلينا نقول بادغال افريقيا هالعشائر الصغيره هالجروبات الصغيره في عندها طقوس دينيه، برايك ليش الدين موجود عند البشريه يعني؟ انا بوجهة نظري الخاصة اقول انه الدين وجد للتكفير عن الخطأ. مثلا الانسان دائما وجد الشيطان لسبب انه الانسان يعلق اخطاءه بالشيطان، ما يقول هذا خطأي، يقول الشيطان خلاني اسوي هيك خطأ. والسبب الثاني انه يخلي امل للانسان انه بعد الموت عنده فد حياة ثانية أو فد جنة يقدر يعيش بها مثل ما هو يريد. فهنا سببين أساسيات، إنه يعلق أخطاءه بالشيطان، أو دائما حتى بكل ديانة لازم أكو فد شيء، أكو فد شيطان شيء يرشدك للخطأ، مثل الآلهة اللي الآلهة الشر وآلهة الخير، دائما أكو فد شيء يرشدك للخطأ وفد شيء يرشدك، فهي هاي الشماعتين الأساسيتين. تمام. بدي اقول لك شو صار لك ملحد هلا مصطفى؟ من عمر 16 يعني تقريبا 4 سنين وشي. واو، برافو برافو برافو. يعني انا كثير سعيد بصراحه اسمع انه شباب هيك بهالعمر هذا يلحدون. يعني انا بزماني لحد عمري 14 سنه 15 سنه كان بوقتها، وسعيد جدا انه اشوف اشخاص يعني بصراحه قابلت كثير انه ملحدين بهالعمر هذا. يعني ومن أنا كنت ببغداد، يعني أكو شباب كنت أصدقاء أجلس معهم وأحكي وياهم، فهم ملحدين وأنا ملحد، بس ما حد يدري بالله، مو حد يخاف يحكي لله. فبالصدفة واحد يكتفي، يعني سنة تقريبا عندي 3 أصدقاء، لا يمكن 3 أصدقائي هم ملحدين، بس يعني بالصدفة واحد اكتشف إنه الله ملحد. واحد أصلا هو ملحد وما يعرف شنو معنى كلمة ملحد، يقول أنا شيوعي. بالضبط. يعني انا بصراحه بدي اسالك، يعني انا لما كنت ملحد انا ما كنت افكر بالموضوع لانه اللي حوالي كلهم متدينين بصراحه. يعني حتى اذا في اصدقاء ملحدين هم لا يعلمون ملحدين مثل ما قلت انت، صح وما بتحكي فيها يعني ما بتناقش فيها بهالموضوع. كيف انت مثلا هال4 سنين عشتها؟ كيف نافقت مثلا؟ كنت تروح بدون يعني مثلا تروح تصلي في الحسينية مثلا، تروح المناسبات الدينية تبكي على الحسين، أشياء من القبيل هذه يعني، إذا وأنت ملحد مثلا كنت تساويها هيك؟ هي في بعض الأحيان نافقت وفي بعض الأحيان لا. مثلا أنت لو تلاحظ أنه بمجتمعنا العراقي بالذات أحكيها، وأغلبية العراقيين يعرفون هذا الشيء وبالذات اللي ساكنين بالعراق، أنه الإنسان حتى المسلم يسب الله يسب محمد يسب غيره شيء عادي يعني عندنا بمجتمعنا. وهذا أكو ناس تكذبني، لا هذا الشيء صحيح موجود.
هسه انا امشي بين مجموعه من المسلمين، خل اسب الله اكفر ابو محمد، ما حد يحكي وياي، المهم انا مسلم. اما اذا خل اكون ملحد، لا الصوره كلها متدينين الى ابعد الحدود، يطلع لك الامام اللي بداخلهم. فبعض يعني بالشغل صار عندي فد مشكله، طبعا انه سالوني، يعني اتكلم مع بعض الشباب سالوني هيك سؤال، قالوا انت شنو دينك؟ قلت لهم انا ملحد، فتعجبوا وانصدموا. فبعدها بالعمل بدأت المشاكل اللي سببت الى رحيلي الى لندن. بالضبط بالضبط، يعني هي المشكلة انه هنيك بالفعل يعني بكفروا بالشوارع، حتى يعني انا بحلب متعود، ما بعرف غير دول شلون كانت، بحلب بسوريا يكفروا وما حدا يرد عليهم، يعني ما في نعم التدقيق وراهم، نعم ولكن تقول له انت مانك مسلم يعني يتوقف القلب مثل ما بقول. طيب لا، وعندنا تفضل. فد شيء، بس ملاحظة، عندنا فد شيء بالعراق، فد شيء كلش حلو، انه اكفر بالله، اكفر بدين، اكفر بنبي، اكفر بامام، بس لا تكفر بمرجع ديني او شيخ فلان او فلان. فبهاي الحالة تعتبر طائفي او كافر او هاي، ويبدي كتلك بالشوارع. هيك عندنا يعني صارت، وصلت هاي الحالة بنفاقهم الديني. للأسف الشديد الشعب وصل لمرحلة، وصل بالجهل لمرحلة لا تطاق، يعني وصل لمرحلة جهل، يعني لا يفقه شيء في الحياة للأسف الشديد، لا دينه ولا دنيا ولا شيء، لا يفقه شيء صحيح. للأسف الشديد. طيب مصطفى، أنت لما وصلت لمرحلة قلت أنا ملحد، بينك وبين نفسك، أو خلينا نقول لما وصلت لمرحلة قلت هل مثلا اكتشفت انه الدين الاسلامي غلط وهو خرافه مبني على اساس خرافه، فكرت شيء انه تقرا لاديان ثانيه، مثلا تحاول انه تعتنق اديان ثانيه، مثلا المسيحيه هي اقرب شيء لنا بما انه المسيحيين موجودين كثير بالشرق الاوسط. لا لا لا، ما فكرت انه اعتنق اي دين ثاني، لان انا بنظري، انه بنظريتي الخاصه، كان انه الدين الاسلامي هو الدين الصحيح الوحيد، فما اضطريت ابحث بدين ثاني او ادور بدين ثاني على مود اقتنع دين ثاني، اعتنق دين ثاني. فهذا الشيء يعني ما اندمجت بالاديان كل يعني هوايه. طيب خلينا نقول، شو رأيك بالإجهار؟ شو بتعني معنى إجهار؟ يعني أنت هلا ملحد وعايش حياتك، هلا بجيب كل مسلم بيقول لك يا أخي أنت ملحد خليك ملحد، ليش تطلع وتجهر قدام الناس؟ يعني برأيك شو أهمية الإجهار يعني؟ لا وشو هي دور المسلم هذا اللي بيقول لك مثلاً انت ملحد خليك ملحد وخليك كاتم الحادك يعني لنفسك، يعني مو ضروري تطالعه للناس. مو هي أهمية الإجهاض لازم شي تكون؟ إنه الأصوات تزايد، يعني نبين صح إحنا إنه إحنا أقلية، بس أقلية موجودة. يعني أغلبية الناس هسه الملحدين العراقيين هواي كثار، بس ما يحجون. لو هاي الأصوات طلعت، لا على أن نكون أقلية وإلنا حماية، يعني إحنا نحن نقوم نقدر نحمي نفسنا، بحيث يعني هسه الملحدين ما حد يقدر يحمي نفسه، لان واحد يقول انا ملحد انقتل بساعة. اما اذا اكو مجموعه تضمه وتقول له تعالوا، يعني مثلا بالعراق اكو فد مكان يتجمعون به الملحدين او هيك شيء، هيك يعني يكون افضل لنا. طيب انا اصدقائي فتحت اشكال السكايب وبتمنى منكم المشاركة يعني والمداخلات. في اخ ماركو عم بيقول موراكو لايف، هو ما بعرف، عم بيقول لي بريد المشاركة لعدة اشياء، يا ريت تتصل فينا اخي ماروكو لايف وتقلنا تحكي حكي، يعني ما ضروري الصورة، فبتمنى منك تتصل فينا إذا بترغب. خلينا نرجع لموضوعنا مصطفى، أنت قبل يعني بالعراق حاولت تجهر بإلحادك، حاولت يعني كثير. تعطي مثلا أشياء تظهر انك ملحد فيها؟ اي كثير يعني هو يعني
هو شو الله تحولت، بس كان اصدقائي اللي وياي كانوا يمنعوني. عندي اصدقاء مسلمين يدون بيا ملحد، بس كانوا يمنعوني يخافون علي، لان احنا تقريبا شلون اقول لك، اصدقاء طفوله احنا 4، 2 ملحدين و2 مسلمين، هيك صارت. فهم يحاولون يمنعوني، لان وهو بالذات حتى صديق الملحد هسه هو حاليا بامريكا، قبل فتره طلع من العراق، يخاف عليه كثير. فقال لي مصطفى انت اطلع من العراق واحكي بكيفك، بس بالعراق لا تسوي لان اخاف عليك، هيك يعني هيك بالحاله. بس يعني تعرف انت الواحد ما يقدر يظل يسكت على الغلط، هو اكو غلط يصير قدامك، مثلا النفاق اللي يصير قدامك، انه انسان يبيع براسك دين ويصلي قدامك وهاي ويقول لك هذا الشيء غلط وهذا الشيء حرام، وبعدين تشوفه يتحرش ببنيه بالشارع وهذا الشيء غلط، وحتى حرام بدينه هو غلط اصلا. بهاي الحاله تشوفه يعني تقول له انت ليش جاي تسوي؟ تجاوبك كيفي، الله يحاسبه والله يسامح، هذا الجواب الاساسي. بالضبط، للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد. طيب مصطفى، أنت وأصدقائك الاثنين مثلا المسلمين، كيف كانت علاقتكم؟ يعني هن هلا مؤمنين وبيعرفوك ملحد، كيف العلاقة؟ كيف كنتوا تتفاهموا؟ مثلا كنتوا تطرح شي مواضيع دينية مثلا بين بعض تتناقشوها؟ احنا بصداقتنا بالذات كنا سوالف الدين ما نخليها بيناتنا، يعني ما ندخل، هم اصلا ما كانوا ذاك المتدينين ومتعود، حتى صلاه كانوا ما يصلون، يعني صلاه ما يصلون، فعادي نمشي وياهم يعني، عادوا نحكي بحياتنا وهم بيحكوا بحياتهم ويانا. يعني ما كنتوا تحكوا بالدين مثلا لا بأشياء؟ ما كنا يعني، كنا يعني بحياتنا الخاصه يعني متطرقين يعني بحياتنا العاديه اكثر من ما نحكي بالدين، لان احنا هناك عندنا بلا شيء نبتعد عنهن، الدين نبتعد عنه والسياسه على مود ما ندوخ راسنا. بالضبط بالضبط هيك، ومتعودين على المسائل هي. متعودين على المسائل هي، يعني للأسف للأسف. طيب برأيك كيف ممكن هلا نحن كملحدين، يعني بصراحة نحن لما عم نحكي، يعني ما هو انه اليوم صديقنا من فريق برنامج جيجهر كمان قال لي عنا بالشغل بالمدينة اللي عايش فيها، هو قال لي بالشغل أصدقائي صلاعمة كان عم يحكي على برنامج اجهر، انه في واحد اسمه حلبي اسمه جان برو عم جيب كفار، شلون عم جيب ملحدين ويكفروا خليهم يكفروا يفرجي الناس انه عم نكفر. الفكره انه مو انا جايب ناس والله يكفروا، ولا يعني هل هالسذاجه هي بالتفكير هي اللي بفكروا فيها الصلاعمه؟ لا، نحن مثلا فكره اجهارنا انه يا جماعه نحن ملحدين، ترى نحن ملحدين لانه انتم غلط، والغلط هو موجود عندكم، شايفينه بالدمار هاد، بالخراب هاد، يعني احط من هيك ما في مجتمع وصل لهالانحطاط هذا، يعني خصوصا بالعصر الحديث. يعني صح. برايك انت كيف ممكن نحن كملحدين نوصل صوتنا للناس، نوعي الناس، نقول لهم يا جماعة انتم بانحطاط، وخليهم يفهموا ويتناقشوا، اقل شيء نوصل لهم صوتنا، ومثل ما بقولوا خليهم اذا اعطيتهم الشوك هذا انه يفكروا، لانه في كثير ناس ما سمعانين كلمة الحاد، ما اي صح. سمعانين معنى مثلا انه الاسلام في انحطاط، وشو الاسلام في خراب، يعني ما حدا سمعان. اي صح. فبرايك ممكن نوصل صوتنا وخليهم يسمعوا؟ يعني في ناس، وانا اقول هي لغة الحوار، بس الناس اللي اكو ناس ما نقدر نوصل لها، صح، اكو ناس ما نقدر نوصل لها. فمثلا انا صرت ملحد من شخص نبذ براسي فكرة شنو اللي يثبت لك ان دينك الصح وباقي الاديان هي خطأ. اكو ناس من جاي هاي السؤال وهو مطروح عليه هذا السؤال هي معاندة، لا اكو ناس تستقبل هذا الجواب وتفكر بيه. فيعني انت اغلبيه الملحدين لو تلاحظ انه الحادهم بسبب سؤال بسيط، سؤال ينسال له بسيط هذا اللي يفكر بيه. اما الانسان المتعمق اللي متعصبين، اللي اقدر اسميهم متعصبين على ديانتهم، شلون احنا عندنا بالعراق نصح عليه نسميه قافل، يعني عقله متجمد.
نسميه قافل، فهو متعصب لدينه بحيث انه حتى يشوف الخطأ بدينه ويقول لا هذا مو خطأ هذا صح، يشوف الخطأ بعينه، يشوف الناس اللي جت تتأذى وده تنقتل وده تموت وده تتذبح في الشوارع، لا لا يقول هذا صح، هذا الدين وصل بهم ذول مكانهم الجنة، ما يقول هذا الشيء غلط، لا يقول مكانهم الجنة موعودين، يعني هم في شيء أحسن. طيب، في شغلات هيك انا بدي اطرحها عليك، نعم. ويا ريت انا بتمنى هيك تحكي لنا فيها. يعني هلا مثلا انت كملحد، نعم. لما بتشوف المسلم عم بيقول لك والله نبينا طار على بغلة بين البغلة والحمار وما شابه، يعني على البراق، هو بيقول لك على البراق، شو بتقدر تعطينا، شو بتقدر تقول عن هالموضوع هذا؟ يعني هلا مثلا واجهت مسلم انت وقال لك وتناقشته بمسألة الإسراء والمعراج وحاول يقول لك هذه معجزة، كيف انت ممكن تقول عليه وتفهمه انه هذا كله هاي خرافة؟ كيف ممكن تفهمه؟ يعني هو كيف اكو انسان عنده عقل، انسان صاحي عنده عقل يصدق انه شخص قبل 1400 سنة صعد على حصان وحصان مجنح، ها، وطابي بالسماء انه راح للقدس، انه طار للسماء، انه يعني هي حتى الفكرة ما العقل ما يتقبلها، الفكرة بالذات العقل ما يتقبلها. يعني حتى لو تحسب لحسب، لانه بالفضاء انسان اذا عبر عن الفضاء شو راح يصير؟ شلون يخترق طبقة الاوزون؟ شلون راح يصير بهيج؟ يقول لك لا هذا نبي. الله شلون دز له حصان يدز له معجزات وياه. الانسان اللي عقليته متحجرة تبقى عقليته متحجرة. وشو بتقول عن كتمان هالمسألة؟ يعني هو محمد سوى هالمعجزة هي، يعني سواها بينه وبين نفسه وقال لهم للناس. يعني المسلم هذا المسكين هذا اللي معتبره معجزة، يعني شو بتقول عن الكتمان؟ ليش هو كتمه مثلا؟ يعني ويا اخي يعني محمد غريب، يعني عنده هواي اشياء، يعني شق القمر وصعد وعاج بالحصان، ويعني هواي اشياء، والقران بغاحها اللي وتعال اقرا ما انا بقى، هواي محمد عنده هواي يعني اشياء ما تصدق. بس هي يعني هي الناس يعني اللي يصدق هذا الحكي، يعني ما اعرف شو اقول لي. بالضبط، صحيح. هو يعني لا، اصلا لا يصدقون عن عقل، هو لما خصوصا لما بيصير النقاش بينك وبين مسلم، يعني بيعود مثل ما بقول، شو شلون بدي اسمي لك اياها، المسلم بيعود يوقف عن التفكير ويبدا فقط بالدفاع عن شيء، يعني حتى ان كان غلط، يعني بتوقف يفكر انه غلط وبس يبلش بالتبريرات، التبريرات أهم تكون عنده. هو المسلم لو تحكي بأي موضوع ثاني، بأي موضوع ثاني غير الدين، يكون يعني تفكيره منطقي بيها، يعني بعيد عن الدين، يعني مثلا بالدراسة أو هيك شيء تفكيره منطقي بيها وصحيح ويساعدك وتساعده. أما من تحكي بالدين وتحكي بالمعجزات، عقله أوتوماتيكيا يتوقف عن العمل ويبدأ يرجع لورا. هاي هي شيء هي شعته معي. بالضبط، وبلش بالتبريرات، يعني يبرر يبرر يبرر، وبعدين لما بقعد مع نفسه بعد فترة زمنية أسبوع أسبوعين، بصير بيفكر لحاله ضمن العقل الباطني، بيفكر وشوي شوي. وشفنا، يعني شفنا كتير مسلمين أخذوا هالصدمة الأولى ودافعوا عنه وبرروا وبرروا وبرروا، بالنهاية يعني العقل اللي عندهم اشتغل وبالنهاية صاروا من أعتى الملحدين مثل ما بقولوا. صح، يعني هو يعني لو يعني مثلا لو الدين الاسلام يعني دين صحيح، دين صحيح، واصحاب محمد لو كانوا يعني معاه يعني قلبا وقالبا مثل ما نقول، يعني لما كانت اكو خلافات بعد وفاته بين سنه وشيعه وحروب وغيره وكذا، ما لان هم اللي معاه كانوا مبتغين سلطه. صحيح صحيح. طيب، معنا اتصال من سال من هاتم. حبيبنا سال، عفوا تسمعني كويس؟ اسمعك تفضل.
سيد، شكرا شكرا أخي، مرحبا سيدنا، وأهلا وسهلا بحبيبنا وأخونا مصطفى تسلم تسلم. حبيبي. يعني هاي إشارة جيدة على أنه في عمر مبكر خلصت من الخرافة ومن ظلام الإسلام وتعاليم محمد. بس تسلم. حبيت أسألك صديقي، أنت في داخل العراق ولا خارج العراق؟ لا حاليا خارج. جيد جدا، والله مبروك حبيبي. انا كنت بس حبيت يعني، لانه ما شفتش الحلقه كامل، بس حبيت اتاكد من يعني بس على سلامتك يعني. لا لا ومبروك عليك، اما خرافات محمد والوساته والحمار المجنح حبيبي، كانت في مخيلتي، لان المسكين كان يعني يعاني من صرع وشغلات كثيره، يعني هو مخه مش كان يعني متكامل. اما الصحابه يسموهم المسلمين صحابة، فما هم إلا مجموعة صعاليك ثاكس، يعني خطاع طرق أصابه يعني، ويعني عملوهم مقدسين فيما بعد. فمبروك عليك حبيبي الخلاص، وأتمنى لك حياة سعيدة، تسلم تسلم استمتع في الحياة، استمتع في الإنسانية. أنا فخور تسلم بك جدا على تسلم أجرك العظيمة، تسلم المالك اللي يحمل نفس الاسم الاخير، اسمك الاخير، بس البركه فيك حبيبي، وشكرا لك جان. لا تسلم. الفكرة أنا سالم، استنى شوي. يس حبيبي، طبعا صديقنا سالم مساوي برنامج جديد اسمه جسور. أنا بتمنى من أصدقائي إنه يتابعوا سال برنامج جسور. يا ريت تحكي لنا شوي. على كل حال يعني سال راح نسوي حلقة معك بمناسبة البرنامج هذا وتشرح فيه بالضبط يعني. شور حبيبي شور. بس يا ريت تشرح لنا هلا شوي عن البرنامج وتحكي لنا عن برنامجك. Well, thank you for إعطاء الفرصة، يعني شكرا لإعطاء الفرصة لا يا أتكلم رجل، معك. نحن أصدقاء. شو هذا؟ أنا كثير فرحان أصلا يعني إنك عم تعمل هيك برامج أصلا يعني. شكرا، أنا كنت يعني أعمل جوز فيديوز هون، يعني أعمل فيديوز بس أعرف عن الإسلام، لكن الصوت بعده واضح؟ واضح الصوت، تفضل. اوكي. يعني تشجيعا، يعني التشجيع من عندكم انتم، من اسماعيل واحمد وحضرتك جان وكل الاخوان، كريم العبيدي، جورج بول، يعني لا استطيع الوقوف مكتوف الايدي اتفرج عليكم صراحه، يعني اشعر بالخزي اذا جس بس اقعد واتفرج. فجتني في الفكره زمان عندي، بس حطيتها يعني على الارض الاسبوعين الماضيين. علاقات عربي انجليزي، وانا اشجع صراحه متكلمين الانجليزيه، لانه احنا بدنا نوصل صوتنا للعالم كله، مش يعني على راي اخويا خلدون يعني منتديات ونحكي مع بعض، يعني المفروض نوصل صوتنا للعالم. يتكلم الإنجليزية يعني يراسلني مسج مي ووصل صوتنا، خلي العالم يسمع إنه في شباب أحرار في الشرق الأوسط بجانب الإرهاب الإسلامي. أما أخواننا العرب فرجاءنا على الرحمة والسعة. أنا يعني الغرض من البرنامج ومن اسمه جسور، يعني عاوز اربط الثقافات الغربيه والشرقيه، الناس المحرومين من داخل الاسلام الى بلدان، الى يعني جميع انحاء العالم. ولانه وسائل الاعلام غيبتنا تماما، وسائل الاعلام يعني تذهب وتخدم من يدفع عليها، ومثل ما نعرف المهلكه العربيه السعوديه وقطر باقي إذاعات جعير الشيوخ يعني ما شاء الله، والأزهر المنظمة الإجرامية الأخرى اللي احتلت القاهرة واحتلت مصر. فهذا صوت يعني أحاول أن أشعل شمعة بجانبكم حبيبي، هذا كل ما أريد. أنا بتشكرك كثير، وطبعا مجهودك مشكور مثل ما بقولوا. وأنا أدعو كل أصدقائي إنه يتكلموا، يعملوا برامج، احكوا يا جماعة. نحن يعني مثل ما قال هو الاخ سال، انه بصراحه منا لوحدنا، اصدقائنا كتار كتار كتار، بس نحن نحتاج الشجاعه هاي. مثل الاخ سال تشجع وبدا،
ويا ريت أصدقائنا يشجعوا ويحكوا ويطلعوا، لأنه صوتنا ما راح يصل ببرنامج أو اثنين أو نبرك نحكي مع بعض على اليوتيوب أو على الفيسبوك، لازم نطلع ونحكي. يعني هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة لنا هلا الإنترنت، وخلينا نستعمله، خلينا نعرف نستغل هالوسيلة. خليني أضيف شيء، اسمح لي أضيف شيء آخر. تفضل سال، تفضل. التشجيع يعني للوقوف ورفع الأصوات ضروري، لأنه لا تعتبر نفسك مغيب، أرقامنا لها دور، أرقامنا لها دور، ويعني ويا ريت خاصة في الداخل يستمعوا. إذا ترجع لي أنا أو جان، إحنا عايشين يعني أذك حياتنا سعيدة جدا، إحنا ما بدنا حاجة، بدنا يعني نساعد شعوبنا البائسة بالخلاص. أنا عايش مبسوط بأمريكا، I love it، يعني ما يهمني شيء، بس يعني أزعل علي أشوف شعوبنا الإسلام عم يمرغها في الوحل. يعني بلدان الحضارات من العراق وبابل وتمر والفراعنة، يجون دول الأعراب البدو الرعاع يمرغون هاي الحضارات في الوحل، وإحنا بس خايفين نتفرج. بالضبط. يعني تشجيع، تحركوا، اظهروا مع جان مع اسماعيل، وافتح برنامج اخر. يعني صراحة خلي احكيها، الخطوه الاولى فقط، لما اشوف الخطوه الاولى عبرت فمسيرتك مستمره. شكرا لك جان حبيبي مره ثانيه. شكرا لك اخي سال، شكرا لك، وعلى فكره راح نستضيفك بحلقه خاصه تحكينا فيها على البرنامج ونشاطك. شو حبيبي، بالخدمه. انت ما حبيبي، ما تحب. ماشي حبيبي، يلا سلامات. حياتي. طيب اخي مصطفى، شو تعليقك على اللي قاله سال؟ يعني هو المفروض، يعني هو المفروض تكون برامجنا، يعني برامج الحاديه دام يعني انه الواحد يتابع شنو نشوفه. انا ما شفت البرنامج، شفته تحفزت انه اكو غير انه ما جاي يخاف، وانه هو مو بخطا، وانه هو بخطا على حياته مهما يكون، حتى مهما يكون بقلب امريكا، بقلب اي دوله بالعالم، انه عليه خطا مهما هو ملحد، لان دائما اكو مسلم، دائما اكو خطا على اسمه شيء متدين، باي مكان بالعالم اكو خطا على الملحد، فدائما يحكي. اما بالنسبه الى نشوف بلادنا رجال الدين شو مسوين بيها، اللي مدمرين اثارنا ومدمرين تاريخنا ومدمرين حضاراتنا، اللي هو رجل بدوي قبل 1400 سنة دمر آثاره، وحاليا داعش ده سوى نفسه، أنا ماكو اختلاف. فإحنا لازم صدق، لازم يعني لازم نحكي، لازم نطلع صوتنا ونحافظ. طيب مصطفى، عندي اتصال من الأخ ماراكو، أظن ماراكو لايف مسمي حاله. تفضل أخي، تفضل اسمعني. يظهر ما بيسمع، ما هو سمعاني. اذا سامعني اخي لايف، طيب انا برجع بتصل فيك مره ثانيه، بلكي يكون الصوت اوضح او يكون الصوت يلقط معنا. طبعا اتصل معي الاخ جون، الاخ جون نهائيا. ارجع اتصل فيك اخي لايف، ممكن وضع احسن هلا. تسمعني؟ اظن في مسألة بالصوت. على كل انا راح، اذا ممكن ترجع تتصل فينا اخي. أصدقاء يعني أنا بتمنى ممكن أصدقائنا يتصلوا فينا ويشاركونا الرأي، ونقدر نعبر عن رأينا مثل ما بقول نتناقش كأصدقاء. طيب خلينا، في عندي سؤال بصراحة بخطر لي دائما، إنه بيقول لك نحن أمة المليار و600 مليون وهالحكي هذا، وأنتوا شو، أنتوا الملاحدة، يعني هل من المعقول، يعني بقول لك الملاحدة كم واحد، يعني هل من المعقول هالمليار وكذا كذا كذا ونكونوا على خطأ وأنت على صح يا ملحد، على هيك شخص يعني؟ يعني أنا على هيك شخص أقول للي
البنيان صح هو بنيان قوي، بس ما طول اساسه اعوج تاليته ينهدم، هاي المليئة ما راح تبقى مثل ما انا كنت مسلم، غير احسه ملحد والالحاد يتكاثر يعني طبعا. بس اذا واحد يقول لي هيك 1,600,000 شخص هم مشتتين اصلا، يعني 1,000,000 واحد يقتل الاخ، فنصهم هم بيناتهم يتقاتلون، نصهم خلصوا اظن بقوا 500 مليون بيناتهم. هو اظن يعني المليار و700 مليون ولا 600 مليون ولا وات ايفر، يعني عددهم اذا بدك تطلع عليهم مين يكفر مين ومين هو العدين الحق، فلن تجد الا بوضع المئات يعني، ولن تجد احد يعني، لانه كلهم يكفروا كلهم وكلهم بدهم قتل، كلهم مرتدين. كل يوم تزال طائفة وطالعت لك طائفة وطالعت لك فد مفتي يفتي لك بشي كذب مفتي ثاني. يعني بس عندي ملاحظة صغيرة، مصطفى المالكي، المالك هو نسب إلى جد الأكبر اللي هو مالك الأشتر، اللي كان أحد قادة جيش الخليفة الرابع علي بن أبي طالب. يعني أنا من يعني جد الأكبر هو أحد قادة الجيش الإسلامية، قادة الجيوش الإسلامية اللي كانوا يقاتلون الدولة الأموية بالشام. ايش واصل النسب يعني؟ طيب معنا اتصال من ايديو. الو، السلام عليكم. سلامات، وعليكم اهلا السلام. وسهلا، تفضل عندي نقطتين فقط اريد ان اتكلم عنهما، تفضل قد يكون خارج الموضوع لكن اريد ان اتكلم عنهم. تفضل. يعني ان اول شيء لما صرت افكر وصرت انسان يستعمل عقله، لما صرت انسان يستعمل عقله كانوا يقولون أنه لغة أهل الجنة هي الإسلام، لغة أهل الجنة هي العربية، وآدم نزل من الجنة وهو لما نزل لم ينسى أي شيء، يعني لما نزل من الجنة إلى نزل في عقله. أنا أتصور أن تكون اللغة التي كان يتكلم بها آدم هي العربية على حد قول، على حد قولي، على حد ما أفهم. وهذه نقطة. وعندي نقطة أخرى، تفضل. في أحاديث كانت تقول تتكلم وتقول لعن الله من سب الصحابة. نفترض أنه أنا كنت أجمع الحديث، نفترض وأتى شخص يدعي أنه صحابي، ولكي يعني لكي لا ينعله الناس وكذا، يقول أني سمعت رسول الله كان يقول أنه من لعن أصحابي أو سب أصحابي فقد سبني. طيب، بدخول مثل ما قلت اللغة العربية هي لغة القرآن. على كل حال الأخ مصطفى أظن ما هو معنا. أخي مصطفى أنت معنا؟ الأخ مصطفى أظن الخط قطع عنده، فما هو مشكلة. أنا بدي أسألك أخي، الاسم أيدو ما هيك؟ أيدو ليدو 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 ليدو، الأخ ليدو، في 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 شغلة كتير مهمة اليوم، لما الله بما هذا اللي يسموه الله، لما خلق آدم من تراب، طبعا من تراب الجنة، لأنه كانوا الملائكة تبعته كلها بالجنة وإبليس معهم، وخلق آدم من تراب الجنة وخلق من ضلعه هاي الحورية حواء، وخلق من ضلعه حواء. طبعا الله تبعهم أمر الملائكة إنه يسجدوا له، أبى إبليس وتكبر. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الظالمين. بالضبط، وطردوا من الجنة، ما هيك؟ نعم. لوين طردوا؟ في عند هو يعني لما تلاحظ هو طردوا لكوكب الأرض فقط. طيب، أوكي. هو ما طردوا للمريخ أو طردوا لكوكب آخر، يعني طردوا للأرض. يعني الأرض كانت جاهزة ومجهزة. طيب طردوا للأرض، خلينا نقول طردوا من الأرض، وجاء سكن مسكين الشيطان لوحده بالأرض، ما في تنجيسات ينجسها. بس السؤال هون، كيف هالشيطان هذا رجع دخل الجنة مع أنه مطرود منه؟ فيعني دخل مثلا. عندي تعليق هنا، عندي تفضل تعليق. تفضل حبيبي. يعني يوجد بعض المسلمين أو المتقين
العصبيه اللي نقول الصلاحين يقولون ان كيف يعني كيف الشيطان وسوس لادم وسوس لحواء وادم. انا اقول لك تشكل له على شكل حيه يعني بمعنى ثعبان او افعى. لكن الشيء الغريب هنا لماذا توجد افعى اساسا في الجنه؟ يعني ما فائده الافعى في الجنه؟ بالضبط بالضبط. يعني امور غريبه يعني لما تفك شغل عقلك يعني راح توصل الاشياء من قدر من محسوس. في الاخ المغربي عم بيقول لا الاخ ماريو عم بيقول دخل تهريب. طبعا رجعنا الاخ مصطفى. تفضل. انه قلنا في الجنه يوجد حيه يعني يوجد ثعبان، لكن الشيء المغرب ايضا انه هي نفس الجنه التي كان فيها ادم التي سوف يعود المسلمون ويدخلونها. للاسف سوف يدخلون الى مكان فيه افاعي وثعابين. هو مدام محمد فيها مو فيها هاي ما هي افاعي، هي الشياطين بذاتها يعني. هو الشيطان الاكبر محمد يعني. على تفضل. بالضبط بالضبط. على كل حال انا بشكرك كثير اخي وليدو. شكرا لك، شكرا على اتصالك. اخي مصطفى انا كنت عم بسال الاخ ليدو على مساله دخول الشيطان رجوعه كيف يعني، بما انه في عنده رجوم لشياطين بضربهم بهالنجوم هاي، الشيطان كان موجود بالارض ورجع طلع على السماء ودخل على الجنه، كيف دخل على الجنه بدون ما يعلم الله يعني؟ يعني الله كان نايم مثلا ودخل اخونا هذا الشيطان ولا كيف يعني؟ مو هي القصه شلون، هي الدراما اللي بالقصه حلوه انه تخبى تحت طاووس او اخذ له شكل حيه نقول افعى هيك تخبى تحت طاووس وطب للجنه هيك. الملاك كان غافل خط ما عنده سونار على مود يشوف انه اكو شيطان من جوا، والمفروض يخلون سونارات بابواب الجنه. هذا الشيء ملائكه كسوله سيظهر يعني، حراس كسولون يعني، ما الله وكلهم بمهمه وهن مثل ما بقول مثل الحراس اللي عندنا مدفوع لهم يا رشاهم بكون رشا على فين ملائكة أيام زمان. للأسف الشديد شيء بالفعل شيء مضحك وشيء مخزي وشيء يعني مضحك المبكي للأسف الشديد إنه أهالينا وناسنا يقتلون بعضهم على هذه الخرافات وهذه الترهات، وما فكر واحد فيهم يا جماعة يعني معقول الله يطرد ملائكة أو شيء من هالقبيل، يطرد من كان شيطان ولا غير شيطان ويرجع يتحدى شيطان ويدخل الجنة يعني؟ يعني كيف يطرده الله ويرجع يدخل يعني غصب يعني عنه؟ احنا بالعراق عندنا نقول الله هل قد عقله صغير انه يتحدى كائن هو خلقه بايده ويقدر يمحي باي لحظة؟ هو انت خلقته تقدر تمحي وتخلق ثاني جديد غيره، شلون تتحداه؟ يعني هالشيء اللي الانسان اللي ما يستوعبه يعني فكر بمنطقي، يعني شيء عظيم خلق فد شيء يقدر يمحيه لو يخلق ثاني شيء بداله، يعني ما بيها اي مشكله اللي يتحداه. ملل، هو ملل عندهم في السماء السابعه. طيب في عندنا الاخ ماريو اظن حابب يداخل معنا بمداخله، انا راح اتصل فيه وقال لي اذا ما عندك وقت نحكي، فاهلا وسهلا اخي ماريو، بتمنى ترد علينا. اخي ماريو لو طفي اليوتيوب تلغيه ومشان الصوت يكون واضح. تمام تفضل اخي ماريو. بس كنت حابب طبعا ابارك له انه بسن مبكره وهي من الحالات القليله بتكون عاده. تسلم تكتر ماريو عم تكتر. ايه اكيد طبعا. انا شيء بس في شغله انا بتذكر يعني انا طبعا كمان اعتنقت الالحاد من سن مبكره. يعني يمكن كانت بال 15 والبيئه ما بتختلف عن بيئتك اخ جان. بالضبط صح. بس يعني كانت اول عائله مساعده. أنا ما بقت أسمعك
لانه سكرت لا صوت ال نحن سمعانينك تمام، بس انت بخليك مكمل يعني، سمعانك تمام. كويس. فانا بتجربتي من هذيك الفتره ومن خلال الناس اللي كانوا من نفس المنظومه الفكريه اللي انا بحملها، اللي كانت في هذيك الفتره اليسار يعني عامه، كثير بعد عم تسمعنا ماريو؟ لا ما سمعتك، شو حكيت؟ لا انت، انا ما حكيت شيء، بس صوتك راح شوي، فيا ريت تكمل من نفس البيئة. ايوه. ف بهذيك الفترة اغلب الناس اللي كانوا يعني لهم علاقة بالإلحاد، واغلبهم كانوا من ال عم تحكي معي؟ لا، ما عم بحكي معك، تفضل. أظن في عندك صدى صوت أو شيء من هالقبيل، نحن عم نسمعك بوضوح، خليك عم تحكي وما في أي شيء. آسف على الخربطات، بس هيك. ولا يهمك. فقسم كبير من اللي كانوا قلت لك لهم علاقة بعالم أغلبهم هن كانوا من الماركسيين، يعني لهم علاقة بالحزب الشيوعي بهذيك الفترة. تفضل اخي ماريو، تفضل. قسم كبير منه نتيجة عدم يعني ثقافته الكتير، يعني قراءاته لها علاقة بالعلوم والحياة العلمية والتاريخ الإنساني، قسم كبير منه ما كان عنده قناعة كافية لموضوع الإلحاد، فهذا خلاهم بعد انهيار الفكر اليساري بال 91 تقريبا او 90 91، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والبرسترويكا، قسم كبير منه نتيجه عدم التزامهم بموضوع الالحاد خلاهم يتراجعوا للدين. انا بعرف بشكل يعني شخصي، بعرف ناس من حولي محيطين صاروا شيوخ جوامع، كانوا كفار يعني، كان جاهلوا حتى بالكفر أمام كثير ناس، كانوا صاروا شيوخ جوامع. فهي أنا كنت حابب أنه أنوه أنه كثير مهم للملحد أنه يكون عنده إلمام بالعلوم، أو مو إلمام يعني يكون عنده معرفة يعني ولو سطحية أو جزئية عفوا، ومتابعة لموضوع العلوم والثقافة حتى، عشان يكون إذا كان حابب يكون عضو فعال في هذا الموضوع. وشكرا كثير لكم لتحملي، طولتي كثير عليكم. لا، ولا يهمك. يعني أنا مثل ما بقولوا، أنا بتشكرك على المداخلة، وكثير يعني أنا بتمنى من أصدقائنا كمان يداخلوا وتغنونا الحلقة. يعني أنا بتمنى تكمل، إذا في عندك أفكار تانية ممكن تطرحها. بس قبل ما تروح أخي ماريو، كنا عم نحكي على مسألة الشيطان كيف دخل. أنت كتبت لي تهريب، يا ريت وضح لي يعني. أنت غوشتني، أنت غوشتني بصراحة. لا بس أنا ما عندي فكرة تفصيلية عن هاي الحادثة بالضبط، عندي المال في بعض شو اسمه الحوادث الدينية اللي حكيت له فيها، بس هاي بالضبط شلون دخل على الجنة ما بتذكر هاي الحالة. هو دخل تهريب بمساعدة مهربين، بس مين هالمهربين؟ لازم نقبض عليهم يعني، لازم نقدم أساميهم واحد واحد للشرطة ونقبض عليهم مشان الله يرتاح يعني. شو هالحكي من وراء الله؟ طبعا لازم يعني، مثل ما في كثير ناس هلا في حروب متابعة لأحداث من 1400 سنة، فليش نحن ما نحقق كمان؟ بالضبط يعني، هو لازم يصير فيها تحقيق، انه يعني الله مثل ما بقولوا جرح احساسه، انه طرد واحد ورجع دخل. يعني معقول الشرطة الملائكية هاي كانت نايمة مثلا، مثل ما بنقول عن الرشوة ببلدنا نحن بنقول برطين. كله وارد، كله وارد في هاي الأحداث الخطيرة اللي ألفها حج محمد. تأليف، يا ريت تأليف كان تأليف مثل الخلق وعالم، كان تصدقوا يعني. المشكلة تأليف خرائي بس بالسيف،
خلى الناس صدوا غصب عنه وخلاها موروث مقدس للأسف الشديد. ايوه الموضوع انه ما في تناقش، يعني هلا اي حاله بتناقشها بمواضيع الغير مقنعه كان يقول لك معجزه، فشو بدك شو بدك تقول له؟ خلص معجزه، انتهى الحديث يعني. هو تسكير العقل، كلمه معجزه معناتها سكر عقله، هذا هو فقط. معناتها ما في نقاش يعني. بالضبط بالضبط. انا بتشكرك كثير اخي ماريو، وانا بتمنى مشاركاتك في الحلقات، ويا ريت تتم معنا على طول يعني كضيف شرف على الاقل. تسلم حبيبي، تسلم، مع السلامة. مع السلامة. طيب أخي مصطفى، نحن بصراحة يعني وصلنا تقريبا لنهاية الحلقة، لأي تعليق كمان على الفيسبوك؟ في بس الأخ ماريو كان معلق، هو نفس الأفكار اللي طرحها تانية. طيب خلينا، شو بتقول للناس اللي خصوصا مثلا اللي خارج بلدانهم؟ يعني هلا مثل حضرتك انت طلعت من العراق وتشجعت ومالك فتره طالع من العراق واجهرت، شو بتقول للناس اللي طلعوا موجودين بالعراق؟ لانه بصراحه اللي بيقدروا يحكوا، احنا بنتوجه للي بيقدروا يحكوا. شو بتقول للي خجلانين يعني ياخذينا باستهتار، يعني اوكي انا ملحد عايش وخلصت الحكايه يعني. لا، هو صوت كل ملحد مهم، صوت كل ملحد مهم على مود، لان اذا انت تقول انه انا صوت مهم، لان اكو ملحد ثاني ده يتابعك يقول انه هذا الشخص معاي، ما يحس انه هو لوحده. احنا لازم يعني لازم ننفع اصواتنا، واذا انت شخص خارج العراق وعايش عندك لازم لا تخاف، انت عندك فرصه وجاي وغيرك فيكم يعني الاف يتمنون هاي الفرصه وانت حصلتها بايدك، فلازم ما يعني ما تقصر في هاي الفرصه. هاي الملحدين اللي خارج اللي خارج بلدان الاسلاميه، اما اللي داخل البلدان الاسلاميه احب اقول لهم الله في عونكم. مسكين الله، هذا مسكين صراحه، مسكين يعني بهدلوه بهدله غير معقوله للاسف الشديد، بهدلوه يعني بهدله، وخصوصا على ايدي المؤمنين به، يعني اللي بهدل صح. اللي بهدلوا أطفاله مثل ما المسيحيين يسموه الأب. طيب برأيك يعني شو أهمية، أو أنت بدك مثلا هالناس، هاي الأهالينا اللي عم بتحاربوا هلا بداعش، عن مثلا عند هذول جماعة الشيعة، شو اسمهم كلام ذكرني، اللي عم بيحاربوا الحشد الشعبي ولا العلوية عنا بسوريا ولا النصرة ولا القاعدة، وهلا الأمة المخربطة ببعضها، بتريد تفهمهم أنه يا جماعة أنتوا عم تحاربوا بعض لأجل وهم، لأجل خرافة، أصحوا. بتريد تفهمهم هالشي؟ وكيف بتريد تفهمهم كيف، شو الكلمة بتقولهم إياها؟ طيب يعني اللي أحب أقول لهم انه واحد ده يقاتل على مود سعار، يقاتل على مود فتشي، على مود شخص، انه مجرد شخص قايل لك انه اكو جنه اكو حور عين اكو. احنا بالنسبه لنا الشيعه يقول لك انت من تروح من تفوت، الامام الحسين حيتلقاك، الامام علي حيتلقاك، الائمه كلها حتلقاك، فاطمه الزهراء حتلقاك هناك بالجنه. طبعا احب اقول انه من تموت ما حدا حيلاقيك، مجرد انه يلعبون على عقلك، دي يخلوك مجرد جندي تلعب بيك أن بنجاحك بالنسبة للشيعة، مجرد أنت جندي تلعب بيك إيران أو تلعب بيك المشايخ اللي أنت تتبعها. هذا الشيء يعني لا يعني أنه لا أي شخص، مستحيل أي شخص يدافع عن يعني شيخ إذا توصل لنا إليه، مستحيل يضحي بولده، لأن اللي جاي يضحون هم أخوتي. أخوتي طبعا أنا يعني واحد من أخوتي هم اللي متورطين بهاي السالفة، ويعني واصدقائي، عندي هواي اصدقاء استشهدوا، ومواليد 97 اصغر مني بسنه وبسنتين، في مناطق يعني منطقه بيجه اللي اخذت مني صديقي، ما عدا الانفجارات اللي داخل بغداد اللي اخذتهم من عندي. يعني شو احب اقول لهم؟ احب المجاهد انتم تدمرون حياتكم وحياه الناس اللي تحبوها، شو يعني شو اقول لهم؟ جاهد انهم يتبعون شيخ او يتبعون
امام او يتبعون معتقد معين، وهذا المعتقد هو على مود السيطره، على مود السلطه، على مود يعني الفلوس. يحف 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 للأسف الشديد. هل 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 الزقون الكريهة هي، أصحاب الزقون الكريهة هي، هدول بدهم إعدامات. يعني أنا ضد مبدأ القتل والإعدام والأشياء هي، ولكن هدول بصراحة يعني الحل الوحيد معهم، الحل الوحيد تجمعهم كلياتهم وتعمل لهم سجن مؤبد أعمال شاقة، يعمروا ويزرعوا فيها، بلكي نستفيد تستفيد البشرية منهم، ولكن هيك يعني متروكين مثل الطرش الفلتان، مثل الغنم بصراحة، اللي بخربون الدنيا للأسف الشديد، للأسف زين، الشديد. هم لو كان الشيوخ مجاهدين حسب ما يقولون، وانه الشيوخ الله اللي يحميهم، ليش من يمشون يخلون حماية لهم؟ حماية تحميهم، يعني اقل، يعني اقل واحد قدامه 3 سيارات واربع، يعني موكب رأسه يمشي بالشارع، مو شيخ جامع، او للأسف مو شيخ جامع، اما مرجع او قائد كتلة او واغلبيه تاع، طبعا اغلبيه الناس اللي هسه والعراقيين يعرفوهم، اغلبيه يعني من اكثر الرؤوس اللي العفنه اللي تتبوك بالعراق وتتبوك باموال الشعب وتضحي بالشباب هي الدينيه، مثل حزب الدعوه الاسلامي او عمار الحكيم وجماعته، السيد عمار الحكيم هذا ماخذ قطع الاراضي عدي بن صدام حسين كلها ماخذها اليه، ويعني مستلم البلد فوق الى ابعد الحدود، والناس جايه تقول له انت حرامي، وهو شيخ ومعمم وهاي ماخذ الناس بغطاء الدين. للأسف للأسف للأسف. أنا بصراحة يعني تدمع العين على هالفقراء هالمساكين اللي مصدقين هالغدارين هالنهابين هالسراقين، هذول اللي خربوا بيوتنا وخربوا، يعني يتوضؤون بدمائنا، عم ياكلوا من لحمنا. والمشكلة الكبرى أنه نحن الفقراء نقدس هالمجرمين هذول، للأسف الشديد للأسف الشديد. طيب مصطفى، خلينا نرجع على، بدي رأيك بمستقبل الملحدين بالشرق الأوسط، أنت كيف شايف المستقبل؟ نحن مثلا، أنا أنت، هل الشباب اللي طلعوا معنا بالبرامج الثانية، الشباب المتحركة على الفيسبوك باليوتيوب، صح، يعني برأيك شو المستقبل اللي منتظرنا؟ هل ممكن نحن نقدر مثلا نقنع شعوبنا هاي، اهالينا، انا ما يعني غير أهالي، كلمة اهالينا يعني ما بقدر اعبر فيها، اهالينا، ممكن، هل ممكن نقنع اهالينا، جيراننا، ناسنا، يا جماعة انتم بانحطاط، شو مستقبلنا برأيك؟ تفضل. يعني انا يعني من خلال 4 سنين ملحد، انا صح انه ما لي مشاركات وما لي ذاك الشيء الفعال، بس كنت اتابع يعني، بس شيء سنه عن سنه دا يتطور، سنه عن سنه الملحدين دا يكثرون، سنه عن سنه انه دا تطلع برامج، دا تكثر البرامج الالحاديه، دا تطلع الشباب وتحكي، يعني حتى عندنا بالعراق ما كان عندنا هذا الشيء، ما حد كان يعرف اكو شيء اسمه ملحد، لا هسه اكو شيء يعرفون اكو شيء اسمه الملحدين، ويعرفون اكو شباب هواي عراقيين ملحدين، بس بدهم هم تعرف انت الفبركات اللي عليهم انه حولونا الى عبده شياطين، وانه الماسونيه اليهوديه اللي هي اللي دزتنا على مود ندمر العراق، لان الاسلام اللي كان ناقض العراق واحنا جينا ندمر بيه، فهاي تعرف الفبركات. فانا اظن انه احسن، لان الشباب الجاي، الشباب الجاي احنا اللي بعمرنا الجايين اظن انه عقولهم متفتح، يعني متفتحين اكثر، شلون؟ بسبب التواصل الاجتماعي، يعني من التواصل صار عندنا التواصل اسهل من قبل، لان اكو ناس ما تعرف شنو الالحاد، اما واحد اذا جت فكره الالحاد وبدا يفكر بيها وبدا هاي، لا اما اذا ما تجي هاي الفكره لا ما راح توصل له. بالضبط بالضبط. أنا بتشكرك كثير أخي مصطفى، يعني أخي الصغير مصطفى، بتشكرك كثير، وأنا كثير فرحان فيك وبالشباب الموجودين اللي تسلم تسلم، اكتشفوا هالوهم هذا، وأنا بقول مبروك عليك العقل، وطبعا كان لازم نقولها من 4 سنين يعني، ولا متأخرة يعني، كمان مبروك عليك العقل ومبروك عليك الشجاعة، أنك
طلعت وحكيت، وأنا بتمنى من كل أصدقائنا يا شباب اطلعوا واحكوا بأي طريقة، بالكتابة، بظهور بالفيديوهات، بصوركم، بأي شيء. المهم اطلعوا، خلونا نتشجع ونحكي. وأنا بخص اللي موجودين خارج أوطاننا، هي أوطاننا المسلوبة من قبل الاحتلال الإسلامي، الاحتلال الهمجي هذا، الاحتلال العروبي الصحراوي هذا. أنا بتمنى منكم يا شباب اطلعوا واحكوا، خلونا نواجه الواقع، لأنه إذا نحن ما واجهنا الواقع، صدقوني صدقوني، نحن وأولادنا راح يكونوا في خراب يعني. ونحن ما حدا بيريد أولاده يكون في خراب، وشايفين أطفالنا بسوريا وأطفالنا بالعراق عم تتدبح، والإله هداك واقف بيركنيك عم بتفرج على هالنسوان هدول ويلعنون، لأنه الزلمة طلب منا الجنس وما رضيت، فبيرك عم بلعن النسوان ويلعنك ويلعنك، ونسيان هالأطفال هاي اللي عم تتقتل يوميا بيدين هالعصابات هدول، من كان من جماعة بشار الأسد ولا من جماعة داعش ولا النصرة ولا جيش الإسلام وجيش البطيخ وجيش الشام وحشد الشعبي وحشد البطيخي، كل هالعصابات هاي كلها عم تتحارب على دمنا. اصحوا يا جماعة اصحوا حاج، يعني لقيمت بعدين وبعدين هالقتل وهالتدمير هذا. طيب أخي مصطفى، كلمة أخيرة إذا بتريد توجهها للناس ولأصدقائنا اللي عم يشاهدونا. طبعا انا احب اوجه كلمه للملحدين اللي ما مجاهرين، يعني ماكو داعي تخافون، لان الخوف فتشي. انت جرب جرب احكي بين صديقك اللي ثق بي، خلي يجربوني يحكوا لي كله انا ملحد، وشوف رد فعله، وشوف رد فعله، اتقبله اتقبله على مود يشوف وساخه الدين اللي قدامه، على مود يبين نفسه، يبين، لان الملحد هسه اقرب، لازم يثق بالملحد اللي مثله، لازم يكون الملحد اقرب اله، لان اكو يعني هواي، يعني تجربتي يعني هواي ناس يعني صدمون، يعني داروا بيا ملحد قطعوا علاقتهم بيا اصلا. فهيش يعني قلت له جرب انت بصديقك، شوف صديقك المسلم امن الك اما صديقك الملحد، وجاهر بالحادك، وكلنا اخوانك. بكل تأكيد، بكل تأكيد أخي مصطفى، أنا بتشكرك كثير على هالوقت هذا، وأنا بتشكركم أصدقائي على المتابعة. وطبعا حلقتنا القادمة راح تكون يوم الأحد الساعة 8 بتوقيت لندن، مثل نفس الموعد هذا، مع الأخ أحمد دنانة، من الأخ الملحد الرائع المصري، راح يكون معنا، والحلقة راح تكون الإسلام ما بين المنطق والإرهاب. فيا ريت تستنونا، واظن راح تكون حلقه ناريه، وانا بتمنى متابعتكم. شكرا لكم اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا لك مصطفى، شكرا.